بسم الله الرحمن الرحيم. قرية أبل الواقعة في ريف حمص الجنوبي تعرضت اليوم 18/12/2012 لقصف عنيف آخر بقذائف الدبابات، مما أدى إلى دمار هائل في منازل وتجمعات المدنيين. هذه القرية المحاصرة بالحواجز الأمنية والثكنات العسكرية تتعرض بشكل يومي للقصف بقذائف الدبابات. نحن نخسر في كل يوم بيتا أو بيتين، تصبح غير مؤهلة للحياة أو للاستخدام، ولا تبقى آمنة للعيش فيها. يوما وراء يوم تصبح قرية آبل في ريف حمص الجنوبي حطام ودمار وكوما من الحجارة. نجا أصحاب هذا المنزل من الموت بمعجزة ربانية وبلطف إلهي. 18/12/2012. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله سائرون على درب تحرير سوريا من حكم كلاب الأسد. قرية آبل، ريف حمص الجنوبي.